عموما يعني دحين رحب فيكم معنا وما زلتم موجودين معنا، بعد شوي راح نرجع نسمع منك شيء. لكن طبعا مثل ما انتم عارفين مشاهدي الاحبه ان اجواء الفرح والتشجيع طبعا موجوده في عمان كلها من شمالها الى جنوبها. نحن راح ننتقل الحين الى الصحار، راح نشوف اجواء التشجيع هناك والزينه والسيارات ويعني كل هالامور الحلوه الخاصه بالمنتخب لتشجيع المنتخب. راح نشوف هذا التقرير ونرجع لكم مع ضيوفنا في نبض الخليج. مع نسمات الشتاء البارد الذي نعيشه تنتشر حمى بين المدن والقرى والحواري لتجعلها تتوشح باللون الأحمر، وهو الذي لطالما توشحت به صدور محبي المنتخب في الكثير من المناسبات. ولكن تبقى لهذه المرة ترنيمة خاصة ومذاق خاص، كيف لا، والأحمر يدخل المعمعة هذه المرة بين أهله وأحبابه وعلى أرضه التي تحتضن عرسا لأبطال عاشقوا ترابها. والله الجميع يعلم أن هالبطولة بطولة غالية على الجميع، احنا كخليجيين نعتبرها اكبر من كاس الخليج. يمكن اني انا مثلا اخذ كاس الخليج افضل مني اني اصعد كاس العالم وما احقق نتائج، هذه حاجه. انه يجلس طفل صغير ويشتغل معاك في الاعلام، وهذه حاجه مفروض توصل للاعبين المنتخب، ان احنا مفروض نفرح كل صغير وكبير. مليونين و800 الف يعني ينتظروا الفرحه من يمكن من حتى من خليجي 15. خليجي 15 اذا يعني التعبير، خليجي 15 يمكن بدينا نزرع الشجره، خليجي 16 اللي في الكويت بدات تطلع الشجره شوي شوي، تقريبا خليجي 17 اللي في قطر طلع الساق، وفي خليجي 18 اين على اللي هي زهره الثمار. ان شاء الله هذه يكون بطوله الحصاد. نعم انه عرس، فمن يتجول بين ربوع ولايات السلطنه يجدها قد رسمت لوحه زاهيه، خيوطها الوفاء وألوانها الولاء، أما تشكيلها فقد وقف عليه ثلة من الجماهير المخلصة التي أبت إلا أن تساند الأحمر بكل ما أوتيت من طرق. فها هي الأعلام ترفرف فوق كل منزل، وها هي الأوشحة الحمراء تكسو الطرق والممرات، وها هي السيارات قد لبست شعارات في حب المنتخب. في خليج 17 حلمنا، في قطر لكن في الإمارات تبدد الحلم مرة ثانية، وإن شاء الله في مسقط بيكون الكأس حلنا إن شاء الله. إيش شايف من طموح الجمهور العماني من خلال إقباله عنه؟ اللي أستشفه من عبارات الجمهور أن كل اللي يريدوه يريدوا الكأس، فكل العبارات اللي تكتب معنا لن نرضى بالوصيف في خليج 19، هذه عبارة على أغلب السيارات، يعني صغار كبار كل حد، الكل الجميع يقول لن نرضى بالوصيف في خليج 19. هل من كلمة توجهها للاعبي الأحمر؟ إن شاء الله ما بيخيبونا إن شاء الله. فمن يتجول في الطرقات يجد أن هناك أشكالا مختلفة من الخيوط الممزوجة بين الأحمر والأخضر والأبيض، وهي ألوان علمنا الغالي قد أبدع في تشكيلها القائمون عليها وجعلوا منها زينة للعرس المنتظر، فأخذت المارة إلى عالم آخر، عالم يتعطش عشاقه إلى إنجاز طال انتظاره. والله الجمهور ما شاء الله عليه، يعني هذه الدورة خاصة كأس خليج قام يعني أكثر، أول مرة أشوف يعني كذا يعني تعليقات على الشوارع من الباطنة، تقريبا خط الباطنة كامل، وعندك في أنا خاطب يعني كم يوم يعني بالليل، وحصلهم يعني من الليل إلين الفجر يشتغلوا يركبوا هاي اللوائح والتعليقات والإشارات. في بعد وأنا خاطب مرة واحدة حصلت يعني بيت، يعني بيت يعني صابغ باب بيتهم على الوان منتخب، يعني ما شاء الله يعني اشوف يعني اول مره يعني الجمهور معلق امال على المنتخب يعني، وان شاء الله يعني يتم الخير يعني في هذا المنتخب، هذه خاصه في هذا البطوله. يعني ابو علي الان نحن على مشارف بطوله الخليج 19، كيف شايف مظاهر تشجيع المنتخب ودعم الاحمر؟ والله انا اول مره اشوف بلد، شعب، اطفال، شباب، شياب، الكل يعني خلنا نقول عمان نبض واحد بمعنى الكلمة. هذا اللي حسيته، هذا الأول مرة أشوف يعني شعب يعني يلامس الحدث بهذه الطريقة حقيقة، يعني الحق يقال، وانت أعتقد ما يحتاج أنا أتكلم أو أقول
انت كل الناس شايفة هذا الشيء. الجميع يشارك في هذه اللوحة بمختلف وظائفهم ومواقعهم، والكل يأبى إلا وأن يترك بصمة في تشجيع جنود الأحمر. فما من صاحب قلم مبدع إلا وقد كتب، وما من صاحب ريشة إلا وقد رسم. كل بمهاراته المختلفة يشارك ولو بأقل القليل في دعم المنتخب. هناك أيضا من جعل أروقة قريته تزهو باسم الأحمر، فها هم المبدعون وأصحاب الريشة الجميلة قد رسموا وبإتقان الحب والولاء للمنتخب، ليضعونا في مشهد في الروعة أبهرنا وأبهر جميع من مر. مسرح رسومي تميز بأناقة الأنامل التي ساهمت في إعداده، وأضافت رونقا خاصا في مظاهر تشجيع الأحمر، وخصوصا أنها رسمت على جدران المنازل والبيوت، ولسان حالهم يقول كلنا فداء للأحمر. فاضل ما شاء الله عليكم، أنتوا رسمتوا وعلقتوا الأعلام ولونتوا بلادكم، كل هذا للمنتخب؟ أكيد للمنتخب. ليش؟ كلنا للمنتخب. المنتخب أول شيء كلمة منتخب تعني عمان كامل، فإحنا في شيء اسمه عمان يعني أكيد بنكون نبض واحد، عمل واحد، كلنا ورا المنتخب كل شيء. هل من كلمة توجهها للأحمر؟ إن شاء الله الأحمر العماني راح يشرفنا. أطلب من الشباب إن شاء الله بذل الجهد والعطاء، يلعبوا بدمهم، ما يهمهم أي شيء، لا يهتموا من كلام جمهور، لا يتأثروا بأي شيء بأي ضغوطات، يلعبوا بس في الملعب وإن شاء الله راح ينتصروا ويتوفقوا بإذن الله تعالى. لقد أجمع الجميع على هذا الواجب الوطني، نعم جميعهم كبارا وصغارا، رجالا ونساء، الكل وضع يده بيد الآخر، سواء بطرق مباشرة أو بأخرى. فما أجمل ابتسامة على وجه طفل يأنس وهو صغير بأبطال بلده ولا يتوانى في التشجيع والتعبير عن مشاعره. تحبي المنتخب؟ أيوه. ليش؟ لأنها بلادنا. وش تقولي لهم؟ وشعرها سيفة والخنجر عمانية. وانتي وش تقولي لهم؟ عمان نبض واحد. ايش اللي بتقدموا للمنتخب خلالكم؟ والله قدمنا له نحن من الإعلام وقدمنا له من جميع النواحي، مستعدين إن شاء الله بالفوز إن شاء الله. وطبعا هذه الكبوس اللي شايفينها ها تقريبا من 17 من خليج 17، وهاي الثوب من 17، خمس سنوات نحن نزرع وإن شاء الله هالسنة خلاص إن شاء الله نزرع إن شاء الله وخلاص. هذا الكاس عمان. إيش اللي تتوقعوا من المنتخب؟ إن شاء الله بيقدم كل اللي عنده إن شاء الله، ونحن موازرين معه. هل من كلمة معه إن شاء الله؟ هل من كلمة توجهها للاعبي المنتخب؟ نعم، انهم يشدوا حيلهم ويلعبوا ويتقبلوا الخساره، هذه مباراه كره قدم، فايز وخسران، وان شاء الله احنا عندنا امل كبير ان المنتخب ان شاء الله يفوز في خليج 19. فهنيئا لنا منتخبنا وهنيئا لكم ايها الفرسان هذا الحب، ومهما كانت النتيجه سنظل نردد عمان نبض واحد في رصد لمظاهر تشجيع المنتخب من شمال الباطنه. موسى جعفر، اللواتي.